ليند تتحدث عن تقدم مع تركيا في مفاوضات الانضمام للناتو. قناة تلفزيونية تركية تحاول التأثير على الانتخابات السويدية. عند التطعيم يتفاعل الجسم بنفس الطريقة التي يتفاعل فيها خلال العدوى. بعض الأشخاص قد يعاني من الحمى، الصداع أو التعب، وهذه أعراض طبيعية وفي العادة تختفي خلال يوم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. هاي ستار اس اي موبلر. اهلا وسهلا بكم الى نشرة اخبار الكومبس، يقدمها لكم علاء يعقوب. في طريقها للمشاركة في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد، أكدت وزيرة الخارجية أن ليند أن المفاوضات السويدية الفنلندية مع تركيا أحرزت تقدما. وبالرغم من ذلك، فضلت الوزيرة عدم إطلاق وعود بخصوص مستقبل هذه المفاوضات بالقول إنه لا يمكن أن تعد أحدا بشيء، مشيرة إلى إجراء مناقشات مكثفة على جميع المستويات لعدة أسابيع وأن تقدما حصل بالفعل. واعتبرت ليند أن السويد ستساهم في أمن الناتو بالكامل على الأقل في هذا الوقت الذي يشهد اضطرابات في السياسة الأمنية في أوروبا، وهو أيضا أمر تستفيد منه تركيا العضو في الناتو، حيث يصبح حلف الناتو أقوى على حد قولها. معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا ستكون من أبرز ملفات قمة قادة حلف شمال الأطلسي ناتو في العاصمة الإسبانية مدريد. القمة ستبذل خلالها الجهود لإعادة التأكيد على مهمة الحلف الرئيسية، وهي الدفاع عن الدول الأعضاء ضد أي هجوم من قبل أطراف خارجية. ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتبرغ الدول الأعضاء في الحلف إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، معتبرا أن الأخيرة تواجه وحشية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية جراء الغزو الروسي. ولعل أبرز القرارات التي يسعى قادة أقوى حلف عسكري في العالم إلى بلورتها في هذه القمة هو تعزيز الوجود العسكري للحلف على جبهته الشرقية وزيادة الإنفاق الدفاعي المشترك، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن الطموحات المتنامية للصين على الصعيد الدولي. مخاوف من أن تؤثر تركيا على السياسة السويدية من خلال حزب نيانس الذي يتزعمه السويدي من أصول تركية ميكاييل يوكسيل، حسب تقرير لصحيفة إكسبريسن. الصحيفة وصفت رئيس الحزب بالصديق الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحسب إكسبريسن فإن قناة تلفزيونية تركية لها روابط مع منظمة الذئاب الرمادية القومية التركية تعمل على التأثير على الانتخابات البرلمانية السويدية من خلال دعوة السويديين الأتراك للتصويت لصالح الحزب. عضوة البرلمان عن حزب الليبراليين جولان أفشي، والتي جاءت من تركيا لاجئة وهي صغيرة مع عائلتها الكردية، قالت إن تصريحات حزب نيانس عبارة عن أكاذيب خطيرة، مضيفة أن الحزب يسعى إلى خلق انقسام في المجتمع السويدي، وأن التصويت لصالح هذا الحزب هو تصويت لأردوغان، حسب وصفها. من المتوقع إلغاء مئات الرحلات لشركة الطيران ساس في وقت مبكر من يوم الغد، وذلك في حال لم تثمر المفاوضات المكثفة بين نقابة الطيارين النرويجيين وشركة الطيران إلى اتفاق. ووفقا لساس، ستتأثر 200 إلى 250 رحلة و20 ألف إلى 30 ألف مسافر يوميا، وهو ما يتوافق مع حوالي نصف رحلات ساس اليومية وعدد الركاب. وتستند خلفية الصراع بين نقابة الطيارين والشركة إلى مفاوضات متعطلة، والتي أدت في نهاية شهر مارس إلى انتهاء صلاحية الاتفاقية الجماعية. ومنذ نوفمبر 2021 جرت مفاوضات ومحادثات عدة، وتدعي نقابة الطيارين أن الموظفين أجبروا على الموافقة على ظروف أسوأ لإنقاذ الشركة من خلال تقليل العمالة الدائمة، فيما ذكرت الحكومة النرويجية أنها لن تستثمر المزيد من الأموال في الشركة. طالبت الحكومة السويدية بتجديد قواعد عمل الشركات التي تحول وتصرف العملات، وذلك للتضييق على الجهات التي تقوم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق هذه الشركات. وكشف التحقيق أن 5 تصرفين للعملات يمكنهم غسل 150 مليون كرون سويدية في غضون شهرين، حسب ما كتبت الحكومة في بيان صحفي. وتريد الحكومة تقديم متطلبات الملائمة لأولئك الذين يشاركون في تبادل العملات،
كما يقترح التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية السويدية FI كشرط لممارسة الأعمال التجارية، ويقترح أيضا أن يكون لدى FI خيارات عقوبات متزايدة. نشرتنا انتهت، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكومبس.س. شكرا لكم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. هاي ستار اس ام وبلر.